هي 3/5 عطور، اوكي. وهو 23/7 27/7 كمان، يعني اسد. اوكي. الراجل الاسد ما بينفعش مع الطور، يبقوا ممكن يبقوا اصدقاء حتى ما ينفعوش شغل، ما يشتغلوش في مكان مين واحد. مين اقوى من التاني؟ ست الطور قويه جدا وراجل الاسد قوي. عشان كده ما ينفعوش مع بعض؟ اتنين اقوياء، والبرجين دول. ست الطور اقنعني واقنعك، لازم تقنعيها، ما ينفعش تديها اوردر. راجل الاسد ما بيعملش حاجه غير انه بيدي اوردر، بيحب يتمتع بيستمتع في ان هو بيدي اوردر. اوكي. حتى لو غلط، وعمره ما بيعترف بغلطه، شايف ان هو طول الوقت صح. فست الطور مش هتنفع معاه، لان يعني قصدي اقول ان العلاقه مش هتبقى مش مكتمله، يعني في الاخر مش هتظبط. لان مش يعني دايما لازم حد يتنازل في الطرفين دايما، اي علاقه عشان تبقى ناجحه. مين اللي ممكن يتنازل في العلاقه دي، الطور ولا الاسد؟ يعني والله هي اللي تتنازل ولا هو؟ هو لو اتنازل يبقى بيكذب عليها. هيتنازل في الاول وبعد كده مش هيكمل الموضوع؟ لا، يبقى بيكذب، مش حقيقه. يبقى في حاجه قدام بيعملها، او خطوه لحاجه تانية. طب هي ممكن تتنازل كطور على حسب الدخله اللي هيخشها عليها. لان ست الطور ليها دخله، دخلتها لها هتعرفي تظبطي الدنيا. ما دخلتهاش خلاص، هي مش شايفه، لان هي بتحب المعامله الشيك، او بتحب نخبط قبل ما نخش. ما بتحبش الاوردر، الطريقه، الهجوم، ما لهاش في الكلام ده خالص. لان هي بتفهم، بتفهم، بس هي ما بتعرفش تعبر عن نفسها، ما بتعرفش تعمل شو عن نفسها، ما بتعرفش تعمل اراجوز. هي بس بتحب ودايما في شغلها الحاجه اللي بتعملها بتتكلم عنها، هي ما بتعرفش تتكلم كتير. او زي الاسد، الاسد بيعرف يعبر عن نفسه، بيعرف يتكلم، وبيعرف يعمل تسويق لنفسه كويس جدا. طب ايه اكتر صفه مشتركه في اصحاب برج الاسد في الثلاث عشريات؟ يعني مثلا دايما اسمع ان اصحاب برج الاسد قياديين قوي، دايما يبقى قيادي في الشله او في شغله، مجامل زياده عن اللزوم، لسانه حلو حتى لو هو مش بيحب اللي قدامه، بس ممكن يجامله عشان يوصل لحاجه معينه او لهدف معين. هل ده موجود فعلا في برج الاسد؟ لا بالعكس، يعني انا اول مره اسمع موضوع ان هو ممكن يجامل حد علشان ممكن رجاله الاسد يجامله عشان في مصلحه او عشان في حاجه عايزينها، لكن ستات الاسد بيحدفوا طوب. والقياده قيادي، كلهم قياديين، كلهم قياديين. طيب معانا ايمان على التليفون. الو ايمان، ازيك؟ الحمد لله تمام. اتفضلي. لو سمحت انا تاريخي ميلادي 13/10 مين؟ 18/3 هو تخلف بينا يعني ومشاكل خالص، كنت عايزه اعرف. استني استني يا ايمان، واحده واحده يا ايمان، واحده واحده عليا. انت 18/10؟ انا وجوزي 9/3. 9/3 تمام. انت بقى في خلاف بيني وبينه، فكنت عايزه اعرف هيحصل طلاق ولا لا؟ لا ان شاء الله ما يحصلش طلاق، بس هسابي هتجاوبك. ماشي، اسمعينا يا ايمان. هي 18/10 هو 9.